لأول مرة منذ 7 سنوات يعيش سكان دمشق أجواء مختلفة لعيد الفطر السعيد، فكانت البسمة والدعوات بالسلام هي الطاغية على حديثهم. الله يعمل خير يا رب على سوريا كلياتها، وكون أيامنا جاي أحلى وأحلى يا رب. هذا أحسن العياد كلياتها، لأن العياد دي كيمو كويسة، فيها مشاكل وفي الحمد لله العيد هذا ما في أحسن منه. هداوة البال والراحة الطيبة والوجوه الرائقة الوجوه الرائقة، الحمد لله العالم بألف خير الحمد لله، والحمد لله الأسعار كمان طالع صارت مقبولة جدا. أول شيء الناس كتير ارتاحت الحمد لله، بفضل الاستقرار اللي وصلنا له الحمد لله والأمان، هذا كتير شيء حلو، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. كل شيء عنا حلو، كل شيء أمان، كل شيء استقرار، شو بدنا أحلى من هيك الحمد لله. يعني قد ما صار عنا بهالبلد فضل من الله تعالى ما صار علينا شيء. كيف عم تشوف أجواء العيد؟ والله ما في منها هالسنة الحمد لله أحسن من كل سنين، إحنا صلنا شيء 7 سنين بالأجواء، بس هالسنة أفضل من كل سنين. رجع الخير للسوريا عن جد. إن شاء الله هيك بنعاد الجميع بالصحة والسلامة والأمن والاستقرار. رجعت سوريا أحسن من الأول الحمد لله، ونتمنى أنه ترجع أحسن من الأول بكتير يعني. والله الحمد لله أجواء العيد السنة بتختلف كتير بفضل الجيش العربي السوري اللي قام بتحرير الغوطة، رجعت حياة الطبيعية لجميع الناس، رجع الأمن والأمان الحمد لله لجميع ربوع الوطن. ديم الجيش العربي السوري بفضل رب العالمين كله أمان أمان وشيء رخيص الحمد لله رب العالمين. أنا أحسن إن شاء الله، أنا أحسن شابك بالقاسي وما يهزكني. أما البسط والفرح والانتصارات زنت لجيشنا ولشعبنا ولقائدنا. أجواء العيد في دمشق مميزة هذا العام، والفضل لرجال الجيش العربي السوري الذين عاهدوا وصدقوا، فمع كل منطقة تحررت أمل بالحياة ولد من جديد لدى السوريين.